الآن بتجهيز الوجبات لتقديم العوائل الموجودة في ريف إدلب الجنوبي. كما نعلم أن منطقة ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي تعرضت إلى قصف وأدى إلى نزوح أكثر من 80% من العوائل، وبقى 20% من العوائل. هذه العوائل غير قادرة على النزوح بسبب الفقر الذي تعيشه. كما نناشد الجمعيات والمنظمات أن تخطو نحو هذه الخطوة، وجزاكم الله عنا كل خير. الله يخلص إني ما في شيء.